عنه ما شئت، هو في منطقة الجزاء واحد من أفضل وأجمل اللاعبين ويدخل مع أساطير الكرة العراقية. يتقدم يونس، ممكن يونس محمود يسجل الهدف الثاني لمصلحة أربيل. حتى في ركلة الجزاء يونس يضربنا، وحتى في ركلة الجزاء يونس فنان. يا سلام يا سلام، والله يعني خلاص خارج اللعبة حارس المرمى جوربانوف. ما تنفع هذه الحركات يا جوربانوف. يونس بكثير من الثقة العالية بالنفس يضع الكرة سهلة، يشاهدها تتهادى في شباك جوربانوف. ثاني الأهداف لمصلحة أربيل العراقي، يتقدم مجدداً.